السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج الجلسة الذي يأتيكم على فضائية السلام. مشاهدينا الكرام، اليوم يحضر معي رئيس الجمعية الخيرية سعادة المحتاج، هذه الجمعية التي كانت سببا في إدخال الفرحة على قلوب اليتامى والمساكين والمحتاجين والكثير من العائلات الجزائرية. إذا نرحب معا بالأستاذ سعودي عادل، أهلا بك أستاذ، رمضان كريم. وبك أهلا أستاذ، رمضان مبارك، رمضان مبارك لكل الأمة الإسلامية ولمشاهدين قناة السلام. شكرا. بداية أستاذ، كثيرا ما نسمع عن الجمعيات الخيرية ويعني إنجازاتها العظيمة في تحقيق التكافل الاجتماعي، فبداية هل لك أن تعرف لنا بجمعية سعادة المحتاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية خيرية سعادة المحتاج، الحمد لله بفضل الله عز وجل ناشطة كل سنة. هي مجموعة من الشباب، احنا كنا من قبل يعني مجموعة خيرية، ثم بعد قررنا نكون جمعية خيرية باش نكونوا احسن اداريين، خاصة احنا نتعاملوا مع دور المسنين، دور الايتام، مستشفيات مرضى السرطان، مراكز ذوي الهمم. الحمد لله من سنة 2020 لهذه السنة يعني كل يوم عندنا نشاط بفضل المحسنين المحسنات وكل قائمين على جمعية سعادة المحتاج. نعم ما شاء الله. أستاذ، بما أننا في شهر رمضان، يعني شهر الرحمة والغفران، شهر الصدقة والإحسان والتضامن، وكما معروف يعني لدينا في الوسط الاجتماعي بما يعرف بقفة رمضان، هل لديكم فيها مشاركة هذا العام؟ أكيد، ككل سنة الحمد لله ربي قدرنا لنعملوا 500 قفة على الأيتام المعوزين ومحدودين الدخل هنا في ولاية العاصمة. نعم. وخارج ولاية العاصمة، يعني ما عندنا قفة شهرية، ليست غير في قفة رمضان، لأنه محتاج يكون محتاج طيلة السنة، طيلة يعني السنة. نعم. يكونش غير محتاج في شهر رمضان. رمضان يعني الحمد لله جمعيتنا ماشي موسمية، ما استناوش المواسم باش ننشطوا، الحمد لله قائمين على المحتاجين المسجلين عندنا في الجمعية. نعم، نشاطكم الخيري هذا أستاذ يعني هو ليس محصور فقط لفئة الأيتام، يعني لا. المعوزين وكل الناس، لا كل الناس المحتاجين، ذوي الهمم، أمهاتنا وأبائنا من دور المسنين، مفترشين الطرق. نعم. محدودين الدخل، ذوي الهمم، ذوي احتياجات الخاصة، يعني كل فئات المجتمع الجزائري. جميل. هل يعني يتم التكفل بهم فقط في هذه الفترة اللي يكونوا محتاجين فيها، أم يعني طيلة السنة يعني يكون عندكم اتصال معهم دائما؟ لا، عندنا اتصال معهم طيلة السنة، يعني كاين أطفال نتكفلوا بالملابس تاعهم تاع العيد، تاع الدخول المدرسي، الأدوات المدرسية. نعم. يعني كما في العيد الكبير أيضا بالخروف تاع العيد ندخلوا لهم البهجة لذلك البيت تاعهم تاع الأيتام. نعم. ولا المحتاجين، يعني طيلة السنة نتكفلوا بهم، يعني كل سنة رانا نزيدوا في القائمة تاعنا باسكو الجمعية تاعنا غير تزيد تكبر، يعني من القائمة تاع المحتاجين والأيتام راهي تزيد تكبر. ما شاء الله. ما هي أهم النشاطات الموسمية ربما التي يسهر أو تسهر جمعية سعادة المحتاج لتقديمها؟ يعني الحمد لله يعني نسهروا على كل النشاطات عندنا، منها توزيع الوجبات الساخنة على الأشخاص بدون مأوى. نعم. ونتكفلوا يعني كي نلقاو أرملة مرمية في الشارع مع أولادها، ولا نتكفلوا نديروا تحريات تاعنا ونتكفلوا بالكراء تاع المنزل تاعهم، يعني نكيبيو كامل الدار يعني باش تعيش كيما يعيشوا كامل الناس هي في وسط ولادها. عندنا ايضا زياره اطفال محاربين سرطان في مستشفيات العاصمه، تقديم لهم وجبه فطور، العشاء، ادويه، تحاليل، يعني كش واحد خصوص كان يكون اوربي لاين تكفلوا به. ايضا عندنا قوافل خيريه خارج ولايه العاصمه، عندنا الحقيبه المدرسيه، قفه رمضان، قفه الشهريه، قفه العيد، ختان للايتام، عندنا توزيع وجبات السحور للاشخاص بدون مأوى في شوارع العاصمه في شهر رمضان، وتوزيع وجبات السحور لمرافقي المرضى في المستشفيات. ما شاء الله، يعني الله يبارك عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ممكن يعني تقول لنا كيفاش تعرفوا يعني بيوت هذ الناس اليتامى او الناس المحتاجين؟ اسكو هما يتصلوا بكم نتوما اللي ديروا بحوث تلقاوهم، ولا اسكو كاين ناس يعني يجوا يوروا لكم هذ البيوت؟ كاين ناس يورونا بيوت وحنا نروحوا نشوفوا اسكو صح، اسكو صح محتاجين، ما عندهم حتى دخل، ماشي مسجلين في جمعيه اخرى، يعني مش ما يكونش اكتظاظ تاع التبرعات ونساء عائلات اخرى. وكاين عائلات نلقاهم حنا تدخلي للريستورون وتشوفي طفل صغير يغزر كاك تاكلي تما تهضري معاه. نعم. قال انت واش خاصك؟ تعرف الحالة تاعو يعني. نعم. تواصل معاه. تروحي تلقاي ديك الدار كارثة. يعني طفل صغير تشوفيه في الشارع تبعيه تهضري معاه تلقاي ديك الدار كارثة. حنا نسقسوا في الحي تاعهم، نسقسوا في البلدية تاعهم، ونقوموا بإجراءات تاعنا، وديك العائلة تولي مسجلة عندنا في الجمعية، ويدوا حقهم تاع قفة رمضان، قفة الشهر، الحقيبة المدرسية، أي حاجة اللي نتكفلوا بها هما يكونوا مسجلين عندنا.
ياخذوا حقهم. كنت تحدثت الان قلت لي الاجراءات، يعني هل هناك ملفات تودع يعني من قبل هذه العائلات لهذه الجمعيه تحكم؟ نعم اكيد. يعني لازم نكونوا اداريا اكثر. نعم. متحكمين مع هذه العائلات، يعني باسكو تلاقينا بزاف ليكا اللي يقول لك حنا محتاجين، بعدا كي تبحثي تلقاهم ماشي محتاجين، تلقاي عندهم دخل شهري تلقى حتى 7 ملايين، هو يجي لك الجمعيه يقول لك حنا محتاجين، يفسدوها على الناس، على الناس اللي محتاجه محتاجين، وما يقصدوش الجمعيات مساكن تا هما شغل يحشموا تا هما عندهم هذيك الهيبه ما يحب زعما يقول لك نروح، يخافوا يصوروني، يخافوا كش حاجه ولا. يعني يوجد ملفات تودع للجمعيه من اجل الاستفاده من هذه المعونه. نعم أكيد. جميل. كيف يكون يعني قبول هذه الملفات؟ قبول هذه الملفات يعني احنا كي نشوفوها باللي الدخل تاعو يعني ماشي لازم يكون ما عندوش كامل الدخل. يعني تلقي ام عندها لو 3 تاع الزوج تاعها ربي يرحمه، تلقاي زعما الدخل 2 ملايين. نعم. وعندها 7 دراري. محال تكفيهم. نعم. كي تشوفي تريسيتي والماء والدواس تاعهم ولا باش يفطروا دخل قليل، يعني دخل مستحيل يقدر يعيش يعني عائله. هذوما نقبلوهم خاصة إذا كان هناك أطفال يقراوا في المدرسة، يحتاجوا أطفال يقراوا في المدرسة. نعم. أطفال يسحقوا ملابس تاع الشتاء، ملابس الصيف، يسحقوا مؤونة، كما على بالنا بلي كلش راهو غالي في الوقت الحالي. الله يجعل خير إن شاء الله. نعم أكيد إن شاء الله. من أين يعني يستمد النادي مداخله في يعني تقديم المعونة للناس؟ جمعيتنا. نعم. احنا ما عندنا حتى مدخول يعني من عند البلدية او ولاية او الجهة معينة ولا. نعم. احنا الحمد لله اعضاء ما بيناتنا والمحسنين والمحسنات، يعني ككل نشاط يكون فيه محسنين متبرعين. كاين اللي يقول لك انا نتكفل بواجبات السحور، كاين يقول لك انا نتكفل بالواجبات هذيك تعطيل السنه تاع الاشخاص بدون ماوى، كاين اللي يقول لك انا الحقيبه المدرسيه، كاين اللي يقول لك انا المعاطي في فصل الشتاء، كاين اللي يقول لك انا مدفع. يعني كل محسن واش يحب يتبرع هذيك الحاجه اللي، وكاين اللي نديروا لهم اتصال، يعني احنا همزه تواصل بين المحتاجين والمتبرعين. كاين من خاصة في العيد الكبير نقول لهم حنا أرقام تاع عائلات أيتام وهما يتواصلوا معهم ويدوا لهم هذيك الأضحية، وحنا نربحوا معهم بدالوا على الخير ونربحوا شيء آخر اللي هو حنا كي نبعثوا المحسنين للعائلات. نعم. مليحة علينا ينقصوا علينا. مليحة المصداقية تاع الجمعية. نعم. ومليحة علينا ثاني كيفاش كي يروح يشوف العائلة ثاني نتفاهموا معاهم ممكن يزيد يعني يعطيله أكثر. جميل. كي يروح يشوف يفهم بزاف حاجات. نعم. يدخل يدي الأضحية ولا يدخل يدي حقيبة مدرسية ولا قفة ولا ملابس، كي يشوف بعينو ديك العائلة كاين محسنين عاد يقولوا لي هادوما أنا ملي نتكفل بهم ثالث سنة، يعني حنا واش نديرو؟ نقدروا نضيفوا عائلة، باسكو ديك العائلة خلاص متكفل بهذاك المحسن يقول له عليا كلش، ثالث سنة عليا كلش، يعني نقدروا نضيفوا عائلة واحدة أخرى. كيف تكون هنا طريقة جمع التبرعات؟ يعني اسكو يتصلوا بكم بالصفحة وكيف نعم. ذلك؟ يتواصلوا معنا عبر الصفحة اللي هي جمعية خيرية ساعدة المحتاج في الفيسبوك وفي الانستغرام، والرقم تاع الجمعية راه موجود في الصفحة. يعني عبر مواقع التواصل نعم. الاجتماعي. نعم أكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتواصلوا معنا. وحنا نستقبلوا التبرعات تاعهم ولا نوجههم لعائلات المعوزين. نعم جميل. استاذ عادل، يعني كما نقولوا اي نشاط نقوم به الا وكانت له الكثير او الا وكانت من ورائه الكثير من الغايات، فما هي اهداف يعني الجمعيه تاعكم جمعيه سعاده المحتاج؟ احنا الحمد لله الاهداف تاع جمعيتنا يعني قلت لك مع كامل الفئات. احنا ما نخيروش لازم يكون يتيم ولا نستناو شهر رمضان ولا نستناو حقيبه مدرسيه، يعني طيله السنه عندنا طيله السنه. جميل. يعني كي يصراو كوارث طبيعيه كيما الحرائق تاع تيزي وزو زعما زلزال ولا الاونه الاخرى تاع الكوفيد، يعني نجريوها حاجه بحاجه. نعم جميل. من غير شهر رمضان يعني واش ديروا مع هاد العائلات؟ ما هي مشاريعكم معهم؟ عندنا الحقيبه المدرسيه كيما قلت لك، عندنا خرجات للايتام، يعني ندير لهم خرجات للايتام لذوي الهمم للعائلات يعني في ولايه العاصمه وخارج ولايه العاصمه المناطق السياحيه. يعني حنا نتغير شويه الجو، نغيروا لهم الجو هذاك اللي عايشينه. يعني دوك انت طفل يلحق لي فاكونس ما يخرجش، من بعد كيدخل المدرسه الصديق تاعو يقول له انا رحت بابا داني المانيج، بابا داني، يحس بالنقص، يحس ربما بلي النقص تاع الاب تاعو داك اثر عليه. بصح حنا كي نتكفلوا بهاد العائلات خاصه في فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الصيف، يعني كل فصل عندنا اماكن اللي ناخذوهم ليهم. جميل. يعني الانسان هذا اللي نتعاملوا معاه الارمله ومع ولادها الايتام ما يحسش بالنقص.
نعم. يعني احنا نعاودوا لهم هذوك النقص اللي عندهم تاع الاب. جميل. كنت قلت لي في الكواليس انه يعني عندكم خرجات الى المستشفيات وتعاونوهم يعني وتعطوا لهم الاكل، كيف ذلك؟ احكي لنا شويه يعني. المستشفيات نروحوا لهم 3 خطرات في الاسبوع يعني. يعني عندنا معهم علاقه طيبه، يعني حتى نعرفوا اسماءاتهم يعرفونا يعني شغل كامل. عندكم مستشفى يعني خاص تروحوا ليه ولا يعني كاين مجموعه من المستشفيات؟ كل المستشفيات لهنا في العاصمه. يعني كي تدخل وحده زعما نقولوا مغردايه ولا تجي مع وليدها مريض، جايبينه في الامبيلونس وبعد يشدوه. حنا كي ندخلوا هذاك النهار نشوفوا باللي يعني ماشي ندخلوا نسربوا الماكله بوك السلام عليكم جو خارجين، نورماركي بلادي دخلت جديده، عندنا فئه تاع النساء باسكو هما اللي يتعاملوا معها. حتى لي غارد مالاد دي مامون دي فام. يعني النساء يهضروا معاها واش خصك اغراض، يدخلوا ليها لاشومبر يشوفوا كامل واش خصها، نكتبوا في ورقه نعاودوا نولوا ليها نجيبوا لها كامل واش خصها. نعم جميل جميل. استاذ كما نقولوا يعني العيد فرحه واسعاد اليتيم فرحتين، يعني احكي لنا على تجهيزات ربما ملابس العيد. ملابس العيد دوك 15 رمضان ان شاء الله نبدا نوجدوا ملابس العيد للايتام للمحتاجين، يعني الختان نعم حكيت لنا على الختان، احكي لنا شويه على الختان كيف هي التجهيزات تاعكم. التجهيزات تاعنا تاع الختان يعني احنا من قبل رمضان وحنا نقوموا ب 100 ختان. من هذا المنبر نوجهوا رساله لكل جزائريين، الناس اللي ما قدروش على عملية الختان، مقدوش على التحاليل لباس ختان، جمعيتنا تقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله تعالى. جميل. يعني مرحبا بهم، حنا اللي نقوموا بعملية الختان، حنا اللي نقوموا بالتحاليل، حنا نقوموا باللباس، وفي 27 شهر رمضان ككل سنة نقوموا بأكبر مائدة رمضانية على مستوى الجزائر. إفطار جماعي. إفطار جماعي. جميل. يكون فيه 1000 1500 حتى 1800 إن شاء الله. يكون معنا ثاني كيحضروا معنا أطفال من دور الأيتام، يحضروا معنا أطفال ذوي الهمم، أبائنا، أمهاتنا من دور المسنين، مرضى السرطان، نجمعوا كل فئات تاع الجزائر نجمعوهم كامل في طابله واحده ونفطروا كامل يعني في جو عائلي. وفي السهره حيكون عندنا تكريم حفاظ القران وراح يكون عندنا حفل على شرف الاطفال اللي قمنا بعمليه الختان. نعم جميل جميل بارك الله فيكم. يعني كيف تكون يعني الاجواء هنا بالنسبه للايتام، هم يستلمون يعني ملابس العيد؟ حكي لنا شويه. دموعك غالية علينا أستاذ، وإن شاء الله ربي تكون في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات كل طاقم الذي اللي راك تخدم معه إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم. يعني الفرحة هذه تاع باش تدخلي كسوة العيد ولا أي حاجة اللي تفرح يتيم، ما كاش فرحة خير منها. نعم. ما كاش فرحة أكثر من تفرحي طفل يتيم، يعني خاصة اليتامى. خاصة اليتامى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكفيل اليتيم في الجنة كهاتين. كهاتين في الجنة. نعم. نعم. نعم أكيد. يعني خاصة إحنا ندير لهم مفاجأة ما نوعدوهمش، بس عندنا المقاييس تاعهم شحال يلبسوا شحال وش حابين. نعم. الجور تاع اللبسة تاعهم. ماشي هما يروحوا معاكم ويختاروا يعني ملابسهم وحدهم، يعني أنتم اللي تتكفلوا بهم. كي نكونوا في الضغط تاع شهر رمضان منين ذاك ما نقدروش ندوهم كامل اللي يخيروا اللباس تاعهم. نعم. بصح حنا نخيروا لهم لباس ما شاء الله اللي يجيهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربي يعاونكم ان شاء الله. ما هي استاذ ربما الصعوبات التي تواجهها جمعيه سعاده المحتاج خاصه في رمضان؟ احنا عندنا صعوبات طيله السنه. هي اللي ما عندناش مقر للجمعيه. يعني احنا ماذا بينا لو كان نطلبوا من السلطات يوفروا لنا مقر للجمعيه خاص بجمعيتنا جمعيه سعاده المحتاج. احنا اللي رانا على مستوى بلديه المحمديه. يعني ككل سنه يقولون نعطوكم مقر نعطوكم مقر، احنا ماذا بينا يكون عندنا مقر. عندنا عده مشاريع اللي راح تفيد الوطن اللي راح تفيد البلديه تاعنا الولايه تاعنا تاع العاصمه، منها عندنا اطباء يعني مختصين، وعندنا اورطوفونيست، عندنا اساتذه. بالنسبه للاطفال الذين ربما لديهم توحد. نعم. او امراض. أكيد. او اضطرابات. جميل. اكيد نستقبلوا في المقر تاع الجمعيه اطفال اضطراب التوحد نستقبلوا. فقط اليتامى ام يعني كامل الناس اللي محتاجين؟ كامل الناس اللي محتاجين. نعم. جميل. كامل. يعني ما لازمش نكونوا مختصين غير في اليتامى. اليتيم. يعني نعم. هذه غلطه ام يقوموا بها بعض الجمعيات، خاطر علاش تقدري تلقي طفل يتيم عنده عدة تبرعات عدة محسنين. صحيح. بس احنا الشعب الجزائري حنين كريم يتعاطف. ديجا غير يسمع يتيم يقول لك اوكي. احنا عندنا خارجة تاعنا تاع الايتام يعني الحمد لله يستقبلون عدة اماكن، احنا غير نقول لهم انا جايبين انتم يقولون مرحبا بكم. يعني الغلطة اللي صايرة شغل كاين جمعيات يقول لك احنا غير تاع ايتام، يقدر يكون هذاك المحتاج ما عنده حتى انسان. تكون الحالة تاعه أسوأ ممكن. أسوأ من اليتيم. من نعم اليتيم. صحيح. كاين أسوأ من اليتيم. يعني علاش لازم نكونوا لازم نخدموا معاهم كامل، كما قلت لك لو كان يكون عندنا مقر تاع جمعية عندنا أساتذة موجودين أطباء مختصين
عندنا اساتذه تاع اللغات، هادو كامل حبوا يتطوعوا معنا لوجه الله. يعني في المقر تاعنا نولوا نستقبلوا، نولوا نديروا دروس خصوصيه، نولوا نديروا دورات تكوينيه للارمله. يعني انا نديروا هادوك بصح عندنا صعوبات، ماشي كيما يكون عندنا مقر. نعم. علاش حنا ماذا بينا الارمله اللي رانا نعاونوا فيهم، انا نديروا لهم دي ديبلوم يكونوا راحهم زعما نقولوا في الخياطه. جميل. في الطياب، يعني سميناها الارمله المنتجه، تولي هي تعاون روحها، عندها مدخول، عندها كيما يقولوا ديبلوم، تتكل على روحها، عندها ديبلوم في يدها. غير هذيك الارمله ما تقدرش تخرج، مسكينه اللي عندها لي زونديكابي في الدار ولا هذيك، نديروا لها ظروف يعني. عندها ظروف. نعم. نقدروا نعاونوها بالماتيريال تاع الطياب، يعني تولي تولي طيب عفايس من البيت. من البيت. جميل. تبيعهم زعما نقولوا المطلوع. المطلوع زعما نقولوا المبرجه. اي حاجه اللي يحطوهم في لي سوبيرات. نعم. وتولي تسترزق على روحها. منها هي تولي تسترزق، منها احنا نزيدوا نوسعوا للمحتاجين، باسكو احنا ما نقدروش نشدوا كامل الطلبات، عندنا ضغط كبير، ما نقدروش نشدوا كامل الطلبات تاع الناس. بصح كي يكون توسيع كيما هذا نقدروا ندخلوا عائله زوج ثلاثه 10، يعني من المحتاجين القائمه تاعهم تكبر. نعم. جميل. إذا جمعية سعادة المحتاج على حسب يعني تستقبل المتطوعين، يعني كل واحد حبي يتطوع، أي إنسان يحب يخارط معنا كعضو ولا متطوع ولا متطوعة، جمعيتنا مفتوح أبواب تاعها، جمعية خيرية سعادة المحتاج هنا في ولاية العاصمة، تستقبل وفاتحة أبوابها طيلة السنة، ونقولهم كامل مرحبا بكم. جميل ما شاء الله. حكينا شوية أستاذ على كيف يعني يتم عملية توزيع قفة رمضان. عملية توزيع قفة رمضان يعني نقطة مهمة، يعني كي نروحوا نوزعوها يعني توجور تكون معنا مرة تاع الجمعية. نعم. خاصة كي نوزعوها للأرامل خاصة بالنساء، بالنساء. يعني نعم. جميل. يعني نروحوا زوج بالرجال باش نرفدوا، باسكو الحمد لله قفة تاعنا ثقيلة بفضل الله عز وجل، بفضل المحسنين اللي يكونوا معنا، يعني ما تقدرش هذيك المرة هي تدخلها. نعم. وحاجة مهمة اللي نوجهها لكل الجزائريين، ما يلبسوش لي جيلي كيروح يوزعوا الاضحيه، كيروح يوزعوا القفه، كيروح يوزعوا الحقيبه، الكرامه تاع الناس اللي رحنا عندهم الحي تاعهم. يعني نعم. يعني واحد ما يعرف. نقطه جميله ذكرتها. واش رايك استاذ في الناس اللي دير الخير وتصوروا؟ شوفي ربي سبحانه كاين، يقول لك كاين صدقه سرا وكاين علانيه. نعم. كاين السر وكاين علانيه. نعم. السر احنا عندنا عده نشاطات، منها كي نمدوا مبالغ ماليه ولا نمدوا سلموا قفه رمضان ولا الحقيبه المدرسيه. نعم. يعني ما نصوروش. كاين حاجه واحده اخرى زعما نروحوا للمستشفى ولا نروحوا لدار الاعجاز، واش نديروا؟ نصوروا هذاك الشيء اللي تبرعونا به الناس. منها الناس تشوف امانه تاعهم باللي وصلت، باللي وصلت. ومنها يكون دوك انت كصحفيه ولا كمتبرع تدخلي الصفحه تاع الجمعيه. نعم. ما تلقي حتى صوره حتى نشاط. ما تقدريش تعملي مع ديك الجمعيه، واش تقولي؟ تقولي الجمعيه ما يديروا، ما كاش مصداقيه يعني، ما كاش مصداقيه، ما يديروا والو، فهمتيني؟ ومنها ثانيك نربحوا مع الناس الدال على الخير كفاعله. دوك حنا كي نديروا اللايف تاعنا ولا التصاور، كاين شباب هذو اخرين، كاين جمعيات راهم يردوا علينا زعما نقولوا النشاطات اللي رانا نديروهم، راهم يردوا علينا زعما نقولوا لي زيدي رانا نديروا فكره يعني. اكيد دوك الفكره كي يديروها اشخاص هذو اخرين نربحوا معاهم الدال على الخير كفاعله. الانسان فقط يكون بعيد شويه على الرياء، هذا ما كان. اذا كنتي في الرياء ربي ما يوفقكش. نعم. باسكو الخير ما تسنيش لازم شركه تعاونك، ولا نستنى بلديه تعاوننا، ولا نستنى ولايه تعاوننا، ولا نستنى ولا نستنى زعما الناس يعطونا درهم باش لازم نديروا الخير. نعم. احنا الخير انا رابطينه مع ربي سبحانه، عندنا يقين عند الله عز وجل باللي ربي هو اللي يوفقنا، نعقدوا النيه تاعنا، ولازم تكون المصداقيه تاعنا باللي عندنا هدف واحد هو الخير، ادخال بهجه والسرور على قروب الايتام والمحتاجين. علاش قلت لك كي نروحوا لهم بكرامه نقاري وتدخل هذيك المرأة، واحد ما يعرف بلي هادو جمعية جاو ليهم. نعم. قال جاو ليهم فاميلتهم، واحد ما يقدرش كاع، ما يقدرش كامل يعرفوا. هذه هي فكرة جميلة، يعني الفكرة هذي تكون عامة. نعم. باش مام هما يحسوا روحهم ناس، يحسوا روحهم بلي احنا عائلة تاعهم، احنا ما يحسوناش بلي جمعية. باش ما يحسوش بالشفقة ربما. ما يحسوش كاع بلي عاوناهم. جميل. الحمد لله يا ربي. كما في فصل الصيف دينا مبادرة للأطفال تاعنا الأيتام، ديناهم الغابة تاع بوشاوي. نسقنا مع مجموعه تاع الرياضه سبور بورتو تاع بوشاوي، جبنا الايتام زعما درنا لهم زعما شو الفوتينغ، وزعما غير يلحق واحد نعطوا له حقيبه مدرسيه تاعو بالادوات. جميل. واش يحس هذاك اليتيم؟ دراني فور، دراني فور وربح، ما يحسش كامل باللي عاون، ماهيش صدقه يعني، ماهيش صدقه، ما يحسش كامل باللي ربح. جميل، فكره جيده. توجور حنا منلحقوا لهم كاع الفكره باللي عاون. نعم. كيما مفترشين طرق في الليل، انا نتعشى معاهم. جميل. ولا نتعشى معاهم يوميا. نسربوا لهم العشاء، نسربوا لهم العشاء، نريح معاهم في درجه. انا نقصروا من نسقسيهم واش خصهم. شحال من واحد سلكناه الحمد لله، خطره واحد الشيخ ست شهور
وهو برا مقر ولاية. ايماجين يومين ما هو شويه راسه يا بس ليش شيوخ يكبرك فيش يجوا يا بابا كيفاش نقصر مع نقصر حتى بدي يحكي لي ما عندوش دراهم تاع الطاكسي. تصدقيها انت؟ ست شهور ورقت في باب الواد ما عندوش دراهم تاع الطاكسي باش ولا على جال هذه جات هذيك العزه تاع النفس ما قصد حتى واحد على جالو. سبحان الله وربي بحثك ليهم يعني الحمد لله. من عند كان واحد من ولايه وهران نشفى له ثاني عمي علي عام هو راقد برا معاه 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 قال لي عبك بلي انا دارنا ما بانهمش اذا راني حي ولا ميت. لا حول ولا قوه. جاي يحوس على خدمه وما عندوش تليفون ما لقاش خدمه. حشم يعاود يولي البنات وهما زواولة بزاف في ولايه وهران خاطش حنا عندنا اصدقاء من كامل الولايات يعني نربط معاهم اتصالات باش يشوفونا اسكو صح محتاجين اسكو لازم نقوموا بالتحريات باسكو امانه تاع الناس ما رغبتنا تحسبوا عليهم يوم القيامه. يعني ماشي انسان يجي لينا ولا يبعث لنا ميساج في الصفحه انا محتاج نقول له هاك. نعم ما نقدروش هكذا. قلت لنا كاين ملفات يعني تودع كاين شروط. شروط قلت لك هذا عمي علي بديت نهضر معاه قال لي حشمت نولي لداري باسكو جيت نحوس على خدمه ما لقيتش راني نبات برا. قلت له هنا الخدمه في العاصمه صعبت ماشي كما كانت بكري باسكو العاصمه شغل فيها اكتظاظ بزاف. قلت له واش رايك نجيب لك كابات حوايج جدد اعطيني كاع شحال لبسوا ولادك بناتك مرتك. قلت له ندوك الحمام تحفف كذا منا كوستين. قلت له كونكوا خدمتو قال لك سير. قلت له اخلط لي يومين في يدي كما كان الحال. درت نداء في صفحه تاعنا في فيسبوك الحمد لله جاوبوا معنا الناس باللي عندنا اب تاعنا راه مفترش الطرق كان كيما البور دالجي. يومين طمينا له حوايج شغل جا من اسطنبول كاش شامونا كان فواياج. كان فواياج طمينا له دينا الحمام حفاف كوستيم بعثناه للدار غير الحق خليت له النيميرو تاعي في ورقه عيطوا لي مرته وبناته يبكوا قناع بنا حكى لهم بعد صارحهم بالقصه قال لهم نصارحكم واش كاين واش كاين والحمد لله. يعني ثاني كرساله دي نوجهها للناس اللي دير الخير يعني ماشي غير نمدوا الوجبات ولا نمدوا الحقيبه نسقسوا الناس هذو اللي انا نتعاملوا معاهم خاصه دوك انت انسانك برا نسقسيك علاش برا سورتو برا راهي اي كارثه في الشتاء لابد انه يوجد يعني سبب كبير انه يخلي الانسان انسان برا فهمتي منين داك يكون شيطان برك يكون سبب صغير شحال من واحد رجع له لاهله الحمد لله عندنا ائمه مطوعين معنا يرافقونا بعد ما نوزعوا الوجبات انا نورمالتي ديما ننسر بيه سوتو كيكون واحد جديد كذا كي نكونوا نعدوا علاش انت راك برا كذا نجيبوا امام نجيبوا بسيكولوج نهضر معاهم كاين اللي ندخلوهم المراكز تاع بدون ماوى كاين اللي دخلناهم دور العجزه اللي فوق 65 سنه وكاين اللي رجعنا لهم ديورهم وفيما يخص النساء كاين اللي ينكروا لهم مع اولادهم. نعم جميل حكايات يعني تقشعر لها الابدان بارك الله فيكم. حكي لنا استاذ على الاجواء في مطعم الرحمه مع الصائمين. اجواء في مطعم الرحمه اجواء خياليه يعني خاصة يكون عندنا احنا ولينا عائلة ميم هما نوالفوهم يعني ميم نعرفوا اسماواتهم نعرفوهم خلاص ربما تكونوا تولوا اصدقاء تولوا اصدقاء عليك من رمضان تلاقى وكذا خلاص نولوا احباب فهمتيني ميم نفس الشيء اللي يجوا عندنا المطعم رحمة تو ماركي بلي هذا انسان زوالي يعني بعد الافطار تجبديه وحده وتسقسيه علاش كيفاش بدا يحكي لك وربي يوفقنا دائما الحمد لله والله ربي جامي خلانا الحمد لله دائما واقفة مع عند الناس الاجواء كما قلت لك خاصة في المطعم النساء تاعنا راهم يتعبوا بزاف متطوعات نقول لهم ربي يجازيكم يجوا على 10 تاع الصباح يقشروا يوجدوا في هذيك السخانة واقفين نهار كومبلي ان شاء الله تكون في ميزان حسنات في ميزان حسنات ومن بعد الفطور واش يديروا كي يكملوا حشاكم السياق ويوجدوا كامل يزيدوا يطيبوا وجبة السحور. نعم نحن نوزعوها على الأمهات تاع مرضى السرطان نوزعوها على مفترشين الطرق والنائبة تاعي بالليلة فاطمة نوجد لها تحية خاصة. نعم يعني هي تخدم في مستشفى والكونجي تاعها ما تديهاش في سبتمبر مسكينة ولا في أوت تديها في شهر رمضان. تديها في شهر رمضان باش علاش باش هي تكون الشيف تاعنا هي اللي هي تطيب وجبة الفطور وجبة السحور وتتعب إن شاء الله صدقة على والديها ربي يرحمها. إن شاء الله كنت تحكي لنا على التوفيق يعني في وجبة الفطور والسحور كيف توفقوا يعني في عمل في هذه العملية؟ شوفي وجبة الفطور أنا نستقبلوا حتى بالأونبوغتي وعندنا مركز تاع النساء المعنفات مع أطفال الأيتام يتواجد على مستوى بلدة محمدية حنا متكفلين به يعني بالوجبة تاع الفطور كي نكملوا معاهم نكملوا مع أونبوغتي نكملوا مع اللي يجونا واحد 300 هكذاك واحد 300 واحد يجوا يفطر عندنا شتي كي تكوني تعبانه شتي غير يأذن تشوفي ديك الطابله مستفى ياكلوا فرحانين يرجعوا لك طباسه كاع فيها غير الماكله عجبتهم هذاك هو البليزير تجيب واحد القوه نعم والله غير ما عند ربي سبحانه ما تحش بالتعب خلاص نكونوا هكا تشوفينا هكا كاع تعبانين وشغل كي تتعبي بزاف تبدا تقلقي يا اخي يدور عليك التعب غير يأذن
يفطروا الناس يروح التعب نعاودوا نوضوا دوزيام موتور الله يبارك ونعاودوا نوجدوا الوجبه الصحه ربي يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله تكون في ميزان ان شاء الله ربي يحفظك ربي يحفظك بارك الله فيك. ندائك الاخير ربما او يعني كلمه اخيره توجهها للمحسنين اللي يشوفوا فينا اليوم؟ نقول لهم بارك الله فيكم الناس كامل اللي راهي واقفه معنا طيلة السنه وخاصه في شهر رمضان المبارك، ونقول للناس كامل مرحبا بكم. جمعيه سعاده المحتاجين تستقبل التطوع تاعكم، تستقبل التبرعات تاعكم، يعني ماشي لازم يكون عندك مبلغ مالي باش تتطوع، يعني كاين اللي يتطوع بالسياره تاعو، كاين اللي يتطوع بالميتي تاعو، كيما الحلاقين كيما الطباخين كيما الناس كامل اللي عندهم ميتي نقول لهم مرحبا بكم. الناس اللي تحب تبرع ماشي لازم تانيك دراهم، دعاء 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 ربي سبحانه وتعالى وحاجه قليله يعني خير من العدم. اكيد هادشي اكيد. مرحبا بكم الناس نقول لهم بارك الله. شكرا لك استاذ على كل هذه المعلومات، جعل الله في ميزان حسناتكم، وشكر خاص ايضا لكل طاقم جمعيه سعاده المحتاج. مشاهدينا الكرام، ما نقص مال من صدقه، فلكل من يريد تقديم يد العون والمساعده فصفحه سعاده المحتاج يعني فاتحه ابوابها لكل المحسنين. مشاهدينا الكرام، الى هنا نصل واياكم الى نهايه هذا العدد، اشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، صح فطوركم، سلام.